هل أحاديث الخلافة في آخر الزمان صحيحة؟ إذا كنت تسأل عن أحاديث المهدي فأنا إلى الآن لم أقف على سند ثابت في لحديث المهدي، لكن وردت أحاديث بدون تسمية المهدي. مثلا لا تذهب الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي، اسم أبي يواطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا. في رواية رجل من أهل بيتي، جلها يدور على هذا. ليس فيها التنصيص، يعني ليس في الأحاديث الثابتة التنصيص على اسم المهدي، ليس في الأحاديث الثابتة التنصيص على اسم المهدي. ورد حديث كان ظاهره يبدو منه الصلاح لكنه معلول، إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من ناحية خراسان فأقبلوا عليها فإن بها خليفة الله المهدي. أيضا في هذا الصدد في صحيح مسلم أن عيسى عليه السلام لما ينزل إلى الأرض قال صلى الله عليه وسلم أنه يقدمه المسلمون للصلاة بهم، فيقول بعضكم على بعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة. وكرر، وأنا أعرف أبعد ما أقول والحمد لله، لم أقف على حديث ثابت فيه التنصيص على اسم المهدي، حديث جلها معلق. وأيضا وقفت على بعض الأحاديث تفيد أنه سيخرج رجل اسمه يواطئ اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يملأ في بعض الطرق الثابتة من أهل البيت، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا. الكلام واضح الآن يا عبد الرحمن؟ نعم واضح، بارك الله فيك. حكم، وطبعا بلا ريب ان طبعا ذكر المهدي لا في البخاري ولا في مسلم، هذا مسلم معروف. كذلك بحثت عن آثار الصحابة، هل للصحابة شيء في ذكر المهدي؟ ما وقفت على شيء وما زال البحث جاريا، لكن عن التابعين وجدت بعض الآثار والله أعلم. لا تلزمني بتصحيحات يا الأخ الكريم، ما اسمه الأخ الفاضل؟ معذرة، يعني أقول أعرف أن هناك من العلماء من يصح ذلك، لكن لست مقلدا بارك الله فيك. نبحث الأحاديث، من العلماء من يتجوز ويصحح المتون، لكن ممكن يتغاضى عن اسم المهدي، اللفظة أحيانا تكون لها شواهد، الحديث كله له شواهد، لكن جزئية المهدي هي التي تحتاج إلى شاهد. فأذكر مثالا آخر على الشيء بالشيء يذكر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في البقر: لحومها داء، ألبانها دواء، سمنها شفاء. لحومها داء، ألبانها دواء، سمنها شفاء. الحديث كسند ضعيف جدا، كسند الحديث ضعيف جدا، لكن بالبحث ترى ان في فقرتين لهما شواهد، مثل سمنها شفاء والبانها دواء، لكن لفظة لحومها داء لا يصح لها شاهد. فنقول هناك احاديث كثيرة في ان المهدي في ان رجلا صالحا من آل بيت رسول الله، المعنى كإجمال رجلا صالحا من آل بيت رسول الله يخرج في آخر الزمان، أو لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمه محمد أيضا، وبعض الطرق ابن عبد الله اسم أبي وطئ اسم أبي الرسول، يصح هذا المعنى. أما التنصيص أن اسمه المهدي فلا يثبت. وكذلك لفظ أجل الجبهة أنقى الأنف ضعيف أيضا. وبعض إخواننا وفقهم الله
صنف رسالة خاصة بهذا الموضوع، وكنت قد كتبت في ذلك منذ زمن في الصحيح المسلم ناحية الفتن، ولكن راجعت المسائل. كنت أرى تصحيح حديث مثلا إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان، لكن وجدت أبا حاتم الرازي أعله وأخونا الأخ عادل بن عبد السلام ألف رسالة في هذا الموضوع، وما زلنا بصدد تنقيحها لإخراجها إن شاء الله تعالى في بيان الصحيح والضعيف في هذا الصدد.